في مجموعة من طلاب كلية الإعلام في إحدى الجامعات المصرية عملوا أبليكيشن على الموبايل بيقدر إنه من خلاله يوفروا خدمات كتيرة لدعم أصحاب المشاكل الحركية عشان حياتهم تكون أسهل وأفضل. خلونا نشوف إزاي في التقرير ده. الطاقات الشبابية اللي موجودة في الجامعات مليانة بالإبداع والابتكار، علشان كده في مجموعة من طلاب كلية الإعلام في إحدى الجامعات المصرية أطلقوا فكرة أول تطبيق بيقدم خدمات متنوعة لدعم أصحاب المشاكل الحركية عشان حياتهم تكون أسهل وأفضل. التطبيق ده بيساعد في تقديم معلومات عن الإتاحة، بتشمل أماكن المستلزمات الطبية والمراكز والمؤسسات والأماكن المجهزة ليهم من خلال تطبيق Accessibility. الفكرة دي جت من خلال الطالب محمد إبراهيم المصاب بمرض ضمور العضلات، إيماناً بدوره في مساعدة كل أصحاب المشاكل الحركية، وكان معاه مجموعة من الشباب الصاعد اللي آمن بفكرته وقدموا كل الدعم والمجهود لهدف واحد بس، هو خدمة هذه الفئة في الوقت اللي الدولة والقيادة السياسية موفرة فيه كل الخدمات ليهم. علشان كده التطبيق ده بعد ما يتنفذ هيوفر لهم معلومات عن احتياجاتهم والخدمات المقدمة ليهم.